أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا
فأجاب المخاض إلى جذع النخلة قالت يا وغزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وغزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي فكلي واشربي وقري عينا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا الله 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 فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.